هاي الخطة احنا بس يعني عرفنا فيها بالصدفة. في ناس اللي بيشتغلوا في بوتسات وهناك صار يتخرفوا انه في خطة وفي بدهم يعملوا قطار وبدهم يعملوا هذا، فاحنا درينا بالصدفة انه في خطة. ثانيا كان في اجتماع في المجلس الاقليمي دعوا كل القرى اللي بالقطار بدها تتضرر منها، القرى اليهودية، واحنا مكابلي ما دعوناش لهذا الاجتماع بالمره. فلما احنا طلعنا على الموضوع وحكينا مع المجلس واتصلنا، الاول كان في خط الغاز، فكان في بدهم يمدوا خط غاز، هذا اعترضنا عليه ووقفنا محامي بالنسبه لهذا الخط، ولكن ما قالوا هذا بيضرش الاراضي لانهم بيبحثوا فيه تحت الارض. بعدين ما جاش من هذا من الخطاط، مركوه من خط ثاني يعني، ولفوا حوالي وبعدين جابوه لهون. يعني الخط الغاز هذا اسالكم بديل او هيك كان مخطط؟ المهم احنا اعترضنا عليه. الاهم من ذلك هو احنا هسه عندنا المشكله الكبيره هو خط القطار، سكه الحديد هاي اللي هون بده يعمل سكه القطار. هذا القطار هم بيقولوا انه بده يخدم المنطقة الصناعية اللي للسلطة الفلسطينية اللي هي هون بحدنا على حدود. القطار هذا بده ياخذ البضاعة اللي بتعملها المصانع ومشان يودوها على حيفا او على عفولة وبعدين يودوها على حيفا ويصدروها الى الخارج. هون في المنطقة هاي بدهم يصدروها يعملوا منطقة لوجستية للمنطقة الصناعية، يعني بده يكون مخازن، بده يكون مواقف سيارات، بده يكون تبادل بضائع، عارف شو كمان شو بده يكون. المهم احنا المشكل بالاخير احنا بدهم يصادروا الاراضي. الضرر الاكبر ليس انه بس الضرر زراعي، الضرر للبلد، مش الضرر حسن ولا لمحمد ولا لخالد، انه هذا له قطعه ارض وله، بالاضافه الها الضرر قائم للبلد، لانه احنا البلد تنقصنا قطع عمار. يعني بلد تقريبا عدد سكانها 4500 الى 5000 نسمه، في جنزير بلد حوالي 320-350 دنم لا تكفي للناس. ثانيا بلدنا احنا محاطة الان من ثلاث جهات، ظل عندنا الجهه الرابعه هي هاي المنطقه الغربيه. اذا هون حاصرونا واحنا واصل العمار لهون، هاي الدور لحد لهون انتهى، احنا كديش بعد عن هذا حوالي 150 متر. اذا هون اوجدوا وعلى حسب التخطيط انهم بده يبنوا جدار هون حوالي طوله 16 متر، يعني سجن، يعني بدهم يعملوا حدود، احنا يحجبوا عنا الرؤيه للمنطقه الغربيه بالمره، بطل نشوف. فلذلك احنا بنشوف حالنا احنا صرنا بسجن، محاطين من الناحيه الغربيه سكه الحديد ممنوع نقطعها، من الناحيه الجنوبيه الحدود الخط الاخضر مع المنطقه الفلسطينيه، ومن الناحيه الشرقيه محدوده هناك عندنا مجان شاول والحاجز الجلمي، ومن الناحيه الشماليه ايضا القرى المشابيم ومجان شاول برضه نفس الشيء. اكثر منطقه ممكن تتقدم فيها مكيبلي تتوسع فيها هي المنطقه الغربيه، اكثر منطقه. فإذا هم حددونا في هاي المنطقة هم عملونا سجن وحبسونا في قلب منطقة زي الجيتوات، حارة وانتهيت وانتوا هون جوا، بس بتضلكوا في قلب الحارة أو تصيروا تطلعوا برا. يعني الأرض هي إشي مهم جدا بالنسبة للإنسان الفلسطيني. هو الإنسان الفلسطيني أصلا هو نشأ على الأرض، هو نشأ يزرع في الأرض وكانت معيشته من الأرض، لذلك عنده ارتباط قوي جدا في الأرض، لا يستطيع أنه يعيش بدون أرض. فما قيمة الإنسان إذا هو ما عندهش أرض، ما عندهش محل اللي يقعد عليه ويسكن عليه، فهو بيسكن زي ريشي في مهب الريح. لذلك لازم احنا نضل مربوطين في الارض، ولازم نحافظ على ارضنا ونضلنا نزيد حبنا للارض ونعلم اولادنا على حب الارض. صراحة من سنين، ممكن 20 سنة او 30 سنة، المكبلة بتعاني من ازمة سكن، الاشي مش من اليوم ولا من امبارح. في كثير شباب بتعاني من هاي الازمة، انا بشكل شخصي بعاني من هاي الازمة من تقريبا
جيل 21 سنه اليوم 32 سنه تقريبا، قدمت عده مرات، للاسف ما في كميه اراضي كفايه اللي تقدر تكفي لكل الشباب اللي في البلد. توجهت للجنه، توجهت للمجلس، حكينا في الموضوع. اخر مره توجهت لمساعد رئيس المجلس، بقول له طب اذا في اراضي نبني قطار كامل في المقيبله، فيش اراضي نعطيها للشباب عشان تبني؟ فقال اوكي احنا بنحاول نمنع الموضوع. فاللي بعز عليك انه هنا في اراضي نبني قطار وفي اراضي نعمل اللي بدنا اياه، بس ما فيش اراضي نبني بالاخر يعني. فجدا الاشي صراحه يعني بتطلع عليه بنظره ثانيه، انه لما احنا اوكي في عنا عرب هون احنا بدنا اراضي مش مشكله، الاشي مش مهم، بس طب نعمل قطار هي اولويه بالنسبه لنا. خارج البلد يعني ما فيش حل ثاني، اللي بده اللي بيقدر يشتري في الاجار، وطبعا اليوم كل اشي قاعد بكل، فمش ما فيش كفايه للكل، فالاغرب بيطلع بريت البلد وشو بحاول يلاقي محل ثاني. لما انت مش معطيني مجال ابني، مش معطيني محل اسكن فيه بالبلد، شو بدي اسوي؟ مجبور امسك حالي واطلع. المشكله انه اسهل شيء بقول لك اوكي هذول العرب عبريانين، ليش بيبنوا بشكل غير قانوني؟ طيب مش مشكله، تعال اعطيني حل قانوني، انا مستعد ابني بشكل قانوني، بس ما بينفعش انت ما تعطينيش حلول وتقول لي اوكي انت بشكل تبني بشكل غير قانوني. انا حسب رايي الشخص اللي بيعمل هيك هو انسان غير قانوني، لانه بيمنع الناس تبني وتعيش حياه طبيعيه زي اي محل في الدنيا.